تفتكر احنا نعرف ايه عن اول موبايل بكاميرا في التاريخ بعيدا عن موبايلات نوكيا اللي كلنا شفناها وجربناها؟ تعال نشوف منذ فجر تاريخ الموبايلات بكاميرا كان الموضوع عامل ازاي، وقصة اول صورة تم التقاطها بموبايل بكاميرا في التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن كلنا عارفين الالف مية، واول موبايل مسكناه بكاميرا كان النوكيا 6070 مثلا، وقابله فيه 6060 اللي كان بفلاتة زي كل افلام ومسلسلات زمان الاجنبية، مرورا بال 6600 المقلبز من النص ده واللي البعض بيقول عليه الباندا، ثم ال 7610 واللي معروف اكتر باسم الدمعة، وكمان ال N70 وغيرها بقى من موبايلات نوكيا اللي اكيد عدت علينا. لكن من بين كل دول، هل اول موبايل بكاميرا في التاريخ كان تايه في وسطهم مثلا؟ والكاميرا كان شكلها ايه؟ بص، هو في جدل شويتين بخصوص اول موبايل بكاميرا في التاريخ. البعض بيقول ان سامسونج اللي عملته، بينما الغالبية بيقول اسم تاني يمكن اول مرة هتسمعه. اول موبايل بكاميرا في التاريخ كان من 22 سنة تقريبا، في مايو 1999، كان اسمه كيوكيرا VB210. وصدق او لا تصدق، الموبايل كان بكاميرا امامية. مش بس كده، بوشكاش محفوظ بيضحي والموبايل كان جاي بستاند منه فيه، ولا عزاء للسيلفي ستيك. وتمت صناعته واطلاقه رسميا في اليابان، وبين طبعا انه اول واحد من شكل الكاميرا، بس كان ابداع ثوري وقتها. طبعا الاختراع ده ما كانش من يوم وليلة كده، وكان فيه نماذج اولية. في 1993 دانيال هندرسون عمل 2 من النماذج الاولية لتكنولوجيا هاتف تصويري لاسلكي، او كما عرف Wireless Picture Phone Technology، وسماها Intellect او الفكر، وكانت مصممة لعرض ونقل الصور والفيديوهات من المسج سنتر. وفي سنة 1995 تم نشر تصميم لجهاز من أبل بيدمج الكاميرا مع جهازها نيوتن BDA، واللي المفروض كان هاتف ذكي تاتش بمميزات ثورية برضو في وقتها، لكن التصميم كان لجهاز ما اتعملش أصلا ولم يتم تصنيعه. نيجي بقى لقصة أول صورة تم التقاطها بموبايل في التاريخ. في سنة 1997 فيليب كين عمل أول كاميرا موبايل. كانت مراته قربت على ميعاد وضع طفلتهم، وهو كان عاوز ياخد صورة يشيرها مع العيلة والأصدقاء وكده يعني، وكان معاه كاميرا ديجيتال بشاشة LCD وموبايل موتوريلا ولابتوب. وهي مراته في المستشفى اخترع جهاز بسوفت وير يربط الموبايل بالكاميرا عن طريق اللابتوب، أو حسب ما المصادر بتقول He created a hardware and a software interface to connect the camera and the phone via the laptop. وبالفعل يدوب أنه الاختراع في ميعاد الولادة، وقدر ياخد أول صورة بالموبايل ده لبنته صوفي ويشاركها مع 2000 شخص. إلا أن أول موبايل بكاميرا فعليا يطرح للبيع للجمهور زي ما قلنا كان في مايو 1999، وكان اسمه كيوكيرا VB210، وتم تغطية الحدث من شبكة CNN وقتها بالفعل، وكان بكاميرا 11 من 100 ميجا بيكسل وبياخد لحد 20 صورة، وفعلا كان مدمج معاه ستاند علشان تقدر تصور نفسك، واتباع في اليابان وقتها ب $325، يعني حوالي $521 بسعر دلوقتي. سامسونج بقى نشرت مقال وقالت انها في يونيو سنة 2000 اطلقت اول موبايل بكاميرا من كوريا الشمالية باسم SCH-V200، بياخد لحد 20 صورة برضو بكاميرا بدقة 35 من 100 ميجا بكسل، وتقدر تشوفهم على شاشة 1.5 بوصة LCD، لكن عشان تبعتهم لازم تنقلهم للابتوب. الجهاز اللي فات ده بتقدر تبعتهم بالميل عادي، لكن بيعتقد انك تشوفهم لما تبعتهم للكمبيوتر ان شاء الله. في سنة 2000 تم الإطلاق رسميا لجهاز شارب جي فون في اليابان كتالت موبايل بكاميرا بيدمج الاثنين بمميزاتهم، وعلى عكس سامسونج تقدر تبعت منه صور بجودة 11 من 100 ميجا بيكسل مباشرة. وبيقال ان اللي ساعد في تصنيعه شركة كده مؤسسها هو فيليب كين اللي قلنا عليه في الأول. وأخيرا بقى في سنة 2002 بعد الترند ده في اليابان بسنتين، وصل الولايات المتحدة الاختراع ده بموبايل بفلاتة وكاميرا وفلاش في ظهر الفلاتة، وكان اسمه سانيو SCP-5300، أو اتشهر أكتر باسم سانيو كاتانا، وكان بمبلغ $400 وكاميرا دقتها 3.1 ميجا بيكسل. وفي فيلم وثائقي موجود باسم جنرال ماجيك، ده منزلش بتقدر تشتريه من المنصات المختلفة زي أمازون مثلا، بيتكلم عن رحلة جهاز نيوتن من أبل اللي هو الإصدار اللي كان هيتحط فيه الكاميرا طبقا للتصميم اللي قلنا ما تنفذش. ونطلع بقى من كل الكلام ده ان المخمخة ام الاختراع، وان اول موبايل في التاريخ كان بكاميرا سيلفي وبستاند وسبق نوكيا وسبق سامسونج. شكرا للمتابعة للنهاية، نلقاكم على خير.